الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: أمهات مكرمات. وكما هي العادة، حتى نستفيد من العنوان، سأتحدث عن الأمهات المكرمات، لكن من خلال عنوان أوسع، سأتحدث عن الوالدين. جميل جدا أن يحتفل بالأم، وأن يجعل لها يوم، مع أننا نحن المسلمين في كل ثانية في كل نفس نحتفل ونحتفي بأمهاتنا. فاللهم رض عنا أمهاتنا، وارحم أمهاتنا، وبارك في حياة أمهاتنا، واجعلنا وأولادنا وأزواجنا من السعداء البررة. لكن أيها الإخوة الأكارم، وأنا أطوف في القرآن الكريم حتى أحضر للموضوع، تحدثت يوم الأربعاء في المسجد في درس علوم القرآن: ما للبار بوالديه من الثواب، ولماذا يجب علينا أن نكون من البررة. وتتمة للفائدة، أردت اليوم أن أتحدث كيف يكون البر، ولابد من مقدمة. أولاً، الله عز وجل لما ذكر الوالدين في القرآن الكريم عبر عنهما تعبيراً عجيباً، ذكرهما من خلال أمر فيه عناية زائدة، فيه عناية فائقة، من خلال الوصية. أنت عندما تحرص على أمر متفرد ذي مكانة غالية في نفسك، تقول: هذا الأمر وصيتي لكم، أوصيكم بكذا. حتى على مستوى الطعام والشراب، مع فارق القياس، يقول لك: هذه حلويات توصايه، هذا الطعام موصى عليه. يعني ولله المثل الأعلى، الشيء الذي فيه وصية يكون ذا شأن وشأو عظيم. والله عز وجل ذكر بعد توحيده وبعد الإيمان به الوالدين، اللذين هما سبب وجودك، فذكر مباشرة بعد الإيمان به، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه. قال تعالى هناك أربع آيات: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حسنا، وقضى ربك، واعبدوا. المهم أن الله عز وجل وصانا بوالدينا، فماذا فعلنا بهذه الوصية؟ هذه وصية الله لنا، هل قدرنا هذه الوصية قدرها؟ ثم اقرأوا معي إن شئتم، هذه كلها مقدمة، ما وصلنا إلى الموضوع الذي أريده اليوم: كيف بر الوالدين. ثم
أيها الإخوة الأكارم، لو قرأنا القرآن الكريم لوجدنا عجبا عجابا عندما يذكر لنا علاقاتنا الاجتماعية مع الناس، وعندما يذكر لنا علاقتنا مع أزواجنا من كان متزوجا، يقول لنا وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى يخاطب الرجال حتى يكونوا أصحاب صورة مشرقة في العلاقات الزوجية، قال وعاشروهن بالمعروف، لكن لما ذكر الوالدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفرق كبير بين المصاحبة التي لا تنفك أبدا أبدا، يعني وما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا بالمعروف، قال معروفة، كأن المعروفة جزء من هذه المصاحبة التي لا تنفك أبدا، لأن المعاشرة قد تنتهي بطلاق، قد تنتهي بكذا، قد تنتهي بخصومة، لكن المصاحبة حتى وإن كان والداك مشركين، حتى وإن كان والداك ظالمين، هذا ليس كلامي بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن ظلما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. المهم مكانة الوالدين مكانة سامقة وباسقة، ومكانة الأم على العين ثم الرأس. وأوصى الله موسى بأمه، وأوصانا سيدنا رسول الله في أحاديث تحفظونها في كل مناسبات. لكن كيف يكون البر أيها الإخوة؟ البر يكون بالفعل، يكون بالنظر، يكون بالنية، وليس البر كلمات فارغة من خلال تحصيل مصلحة يأتي إلى أبيه بابا نحن حسن من حسناتك حتى يأخذ الندى، يعطيه مالا، يكتب له شيئا، يأتي إلى أمه لأن أباه قد حجب عنه المصروف باعتباره سفيها أو باعتباره مبذرا أو باعتباره إلى آخره، يأتي إلى أمه أنت يا أمي وأنت كذا كذا إلى آخر حتى يأخذ مصلحته. وأغلب الأولاد ذرائعيون، يعني وصوليون الأغالب، وهذا ليس كلامي أيضا. اقرأوا القرآن الكريم إن شئتم، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماذا قال تعالى مباشرة؟ قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. يا أيها الولد، يا أيتها البنت، إذا كنت تخاطب أباك أو أمك بكلمات البر الصادقة، الله يعلم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كيف يكون البر؟ يكون البر من خلال خمسة أمور. أول هذه الأمور وأهمها ألا تقدم على والديك أحدا من الخلق. هذه نقطة هامة جدا أيها الإخوة الأكارم، ألا تقدم على والديك أحدا من الخلق مهما على شأنه ومهما ارتفع كعبه، كان مديرا، كان صديقا، كانت زوجة، لا تقدم أحدا على والديك أبدا أبدا، لا يمكن. وليس المقصود من كلامي عندما أقول لا نقدم أحدا على الوالدين أن نسيء إلى الآخرين، لا، لكن هناك أولويات ينبغي أن يكون الوالدان في المرتبة الأولى، لا يدانيهما أحد من الخلق. الله عز وجل شرع لنا أن نتجوز في صلاة الفرض، إذا كانت الأم أو الأب يناديك في صلاة الفرض أسرع بها، وإذا كنت تصلي في صلاة النافلة إجماع العلماء تقطع النافلة حتى تجيب أمك، حتى تجيب أباك. بعض الناس، وهذه كلمة سمعتها من امرأة، من أم مكلومة مظلومة بسبب أن ولدها كان يفضل زوجه ظلما، وهذا قيد هام سأفصله في درس الجمعة، كان يفضل زوجه ظلما على أمه، فكانت تبكي 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 وتقول فضل شهوته على نخوته. الذي يفضل صديقه على أبيه أو صاحبته، واسمحوا لي بهذه الكلمة، في الجامعة على أمه،
أنا لا أتحدث الآن عن الأزواج، بعض الناس والعياذ بالله لا يحترم أباه، لا يحترم أمه، يسيء ويفضل الدنيا كلها على أبيه وآخر الأولويات إلا إذا كانت له مصلحة. لذلك القرآن الكريم دقيق، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. برك بأبيك الشاب سهل، هو يعطيك، هو يساعدك، لكن عندما تتقدم به السنون، الإنسان بطبيعته سبحان الله عندما تتقدم به السنون يمكن أن يحشر أنفه في كل شيء، ممكن أن يتدخل، ممكن أن يتحسس من أي كلمة، فلا يتحمل هذه المشاعر المضطربة نتيجة هذا الكبر إلا أولى الناس من يتحمل إلا الولد. أما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، صلى الله عليه وسلم يعني جعل الله أنفه في التراب، هذه كناية عن يدعو عليه. خاب وخسر يا رسول الله من؟ قال: من أدرك أبوين شيخين كبيرين ولم يدخلاه الجنة. الكبر يعني كان عنده أبوان شيخان كبيران، ينبغي عليك أن تكرمهما، لا تفضل عليهما أحدا أبدا. أمك هذه المخلوقة العجيبة الغريبة الرائعة. جاء رجل إلى سيدنا عمر قال: يا أمير المؤمنين، بلغ من بري لأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا على كتفي. يعني عندما تريد أن تقضي حاجتها يحملها على كتفه وتقضي حاجتها. فيقول لسيدنا عمر ويظن أنه ما شاء الله يعني بلغ ما بلغ، قال له: يا أمير المؤمنين، هل أديت حقها؟ هل وفيت حقها؟ قال: لا. قال: كيف وقد جعلتني مطية لها حتى تقضي حاجتها؟ أديت لها ما تفعله معي عندما كنت صغيرا. فقال كلمة العبقري رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا هذا، كانت تفعل هذا وهي تريد لك الخير، تريد لك العافية، تريد لك السعادة، وأنت تفعل هذا وأنت في نفسك كاره، بل والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. بلغ من شقاء بعض المصلين يقول: بابا يعني تقدمت به الأيام وأخذ يعني أخذت الأمراض تدخل جسده، وأنا مشغول وعندي مواعيد وعندي كذا، لو وضعناه في دار المسنين، لو وضعناه في كذا. بل بعضهم عندما والعياذ بالله أبوه يمرض أو أمه، أسأل الله أن يعافي جميع المرضى في العالم، يقول: الله يخفف عنه. هو يقصد الله يخفف عنه هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه فرصة ذهبية، إذا بلغ والداك عندك الكبر هذه هنيئا. أيها الإخوة، والله لا يعرف قدر الأم أو الأب إلا من فقد أباه أو أمه. اللهم بارك في حياة آبائنا وأمهاتنا وارحم آبائنا وأمهاتنا. أيها الإخوة يا شباب، من بلغ الأربعين يعرف ذلك، من أراد التوفيق، وهذا كلام لا علاقة له بالوعظ ولا بخطب الجمعة، هذا أيها الإخوة والله لا أقول كلاما رجما بالغيب بل من مسرح الواقع، ما رأيت إنسانا عاقا موفقا أبدا، ولو من حيث الظاهر عنده ملايين، شقي. وقد جاء في الأثر يوم القيامة: لو صلى ما صلى وعمل ما عمل وكان عاقا ما قبل منه أبدا. لا يمكن لإنسان عاق أن يكون موفقا، لا يمكن من يكسر بخاطر أمه وأبيه أن يرسل الله إليه أولادا من البراء. المضحك الذي يضحك الثكلى، بعض الآباء والعياذ بالله لما كان عنده أولاد يسيء إلى أبيه الكبير، يسيء إلى أمه المريضة، يعيرها بمرضها، يعير أباه بجهله بالقضايا من خلال يعني التسابق المعرفي، يعيره بجهله بالتقنية، يعيره بكذا وكذا، ويصرخ عليه أمام الناس وكذا، ثم يطالب العلماء والمشايخ أن يربوا أولاده التربية الطيبة وأن يكون أولاده بارين به. هذا نوع سبحان الله انفصام في فهم يعني سنن الله الكونية. أيها الإخوة الأكارم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ينبغي من أراد أن يحصد خيرا أن يزرعه، سيحصد عبد الله ما كان زارعا، فطوبى لعبد كان لله يزرع. أول صور هذا البر أن لا تقدم عليهما أحدا أبدا أبدا من الخلق أبدا.
سيدنا حوي بن شريح، هذا كان من أكابر العلماء والمحدثين، يعني كان آية من ارجعوا إلى سيدنا جوجل كما يقول بعض العلماء، اقرأوا عنه. هذا كان عند يحضر درسه الآلاف المؤلفة، تدخل عليه أمه في الدرس أمام الناس تقول له: يا حوي اذهب إلى جارنا اعلف له الدابة أمام الناس. يعني كان يمكن أن ينتهي الدرس، فمباشرة يقطع الروضة، هو في روضة من رياض الجنة، تلاميذه: يا إمام يمكن أن تتابع الدرس ثم تعلف لجارك دابته؟ قال: لا، هذه أمي، هذا من البر. مباشرة لا يقدم عليها أحدا أبدا، لا يقدم عليها أحدا أبدا أبدا، لا يقدم على أبيه أحدا أبدا. أبوك سبب وجودك، أمك سبب وجودك، حتى لو كانوا مشركين. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك أيها الإخوة الأكارم، حتى أنتقل إلى النقطة الثانية، لا تقدم، من أراد أن يوفق في تجارته في حياته مع أولاده لا يقدم أحدا على أبيه وأمه. ثانيا، النقطة الهامة في مسألة البر بالوالدين هي أن تكون مؤدبا مع والديك، الأدب. والأدب أيها الإخوة أصيب بمقتل في زماننا لما نراه من آثار العولمة، وأنا بالمناسبة لست من أعداء العولمة. العولمة لها وجهان، وجه رائع ناصع، ولها وجه قاتم أسود. من آثار العولمة ذات الوجه القاتم أننا تفد إلينا ثقافات بعيدة عن شريعتنا من حيث سلوك أبنائنا. أيها الإخوة، أتعلمون أنه من قلة الأدب أن ينادي الولد أباه باسمه: يا عبد الله، يا فلان، ما هذا؟ أنا ظننته يخاطب صاحبه، وإذا بي. قال: ما هكذا، ما في مشكلة، بل رأيت بعضهم يضع رجله في وجه أبيه، ما هذا؟ والأب يضحك. أنا لا أفهم، أنا لا أتحدث عن التسلط، لا، أتحدث عن الأدب. هذه معاني أيها الإخوة، معاني عالية غالية، معاني الأدب لا يحتاج إلى دليل. يعني مرة كنت في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا يمد رجله تجاه الحبيب الأعظم، منتهى الأدب، رجل كبير، قلت له: يا سيدي، أسأل الله أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يتم لكم شفاء، إن شاء الله ما في مشكلة في قدمكم. قال لي: لا. قلت: يعني لو هلا وضعتم قدمكم مددتم في عكس اتجاه سيدنا رسول الله. الدليل. سكت. إذا الأدب يحتاج إلى دليل، ما مشكلة، وليس يصح في الإفهام شيء ما تحتاج النهار إلى دليل. أمك، أبوك، أدب، الأدب، الأدب، الأدب مطلوب أيها الإخوة. أبو هريرة يقول: من قلة الأدب أن تنادي أباك باسمه، أن تدخل قبله، أن تجلس قبله، أن تشرب قبله، أن تأكل قبله. الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. تقف البنت في وجه أمها الآن ما شاء الله، يعني تتكلم معها بطريقة غريبة عجيبة. الولد يصرخ، بل بلغ من قلة الأدب بعض الأبناء الأشقياء، أسأل الله أن يهديهم، أنهم يخاطبون آباءهم بكلمات غريبة عجيبة. ما هذا؟ هل يكون هذا من البررة؟ ثم يسألك عن الصلاة وعن قيام الليل ورمضان وكذا. هذا سوء فهم لحقائق ومقاصد الشريعة. إذن أولا أن لا تفضل عليهما، وأن لا تقدم عليهما أحدا أبدا. ثانيا الأدب، الأدب. ثالثا الطاعة في غير معصية، وتلبية أوامرهما بمرضاة الله عز وجل. سيدنا أسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ارتفعت ثمن أشجار النخيل بشكل كبير، فقالت له أمه: إني أشتهي جمار، يعني لب النخلة. فعمد إلى نخلة، هذه غالية، بلغ ثمنها 1000 درهم،
فشقها وأخرج جمارها وأعطاها لأمه. قالوا له يعني الآن مشكلة وغلاء. قال أمي اشتهت هذا فلا يمكن لي أن أتلكى. بالله عليكم هل يكون هذا من الأشقياء؟ مستحيل. من أراد التوفيق، الآن يتحدثون عن كتب ومجلات وكذا وأسرار التوفيق وكيف تصبح مليونيرا، كيف تصبح سعيدا. الوصفة كن بارا بأبيك وأمك، بس بدون يعني من غير تمثيل، من قلبك. ربكم أعلم بما في نفوسكم. أما التمثيليات هذه لا، لا لن تجد آثارا. صادق. بابا أؤمر واقرأوا، لا أقول اقرأوا، ابحثوا وانظروا في مسرح الواقع إلى الذين أكرموا آباءهم وأكرموا أمهاتهم، هل خذلوا؟ لا وألف لا، مستحيل. وانظروا إلى الذين كسروا بخاطر آبائهم وأمهاتهم مهما ملكوا الملايين، الله عز وجل يسلط عليهم أنفسهم. لا أقول قد يعني البعض يقول لي لا أولاده ما شاء الله الآن أولادهم بارون، لا، الله يسلط عليه نفسه. قال تعالى وضاقت عليهم الأرض ما رحمت، وضاقت عليهم أنفسهم حتى تضيق عليه نفسه، لأنه كان كاسرا لخاطر أمه وأبيه. إذن ألا يفضل على أبيه وأمه أحدا، ألا يقدم عليهم. ثانيا الأدب. ثالثا طاعتهما فيما يرضي الله عز وجل. رابعا الدعاء لهما. الدعاء 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 في حياتهما، ليس المقصود دعاء بعد وفاتهما، الدعاء بعد كل صلاة. ادعو لأبيك وأمك، ادعو لهما. أبو هريرة رضي الله عنه كان عندما يدخل إلى أمه كما يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كل يوم يدخل يسلم على أمه يقول رحم الله أمي، فتقول له رحمك الله كما بررتني، يقول لها رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا، تقول له رحمك الله كما بررت كنت بي بارا وأنت كبير. ادعو لأبيك وأمك حتى وإن كانوا في برزخهم بعد كل صلاة، حتى في الصلاة أن تدعو لأبيك وأمك. أيضا من البر أن تراعي حاجاتهما. لا تسكن في بيت واسع كبير تفاخر فيه والتحف وهذه ثمن الفازة كذا وهذه كذا وثمن الساعات كذا، هذه المواضعات التي يتسابق إليها الناس فيما بينهم. وأمه تسكن في بيت إذا استأجر لها ضيق وليس فيه خدمات وليس فيه كذا، هذه أمك. أيها الإخوة الأكارم، أنا أعرف رجلا من أكارم الناس من أمثالكم الكرام، جعل بيت أمه من أفضل البيوت، حتى أفضل من بيته، وهيأ لها كل سبل الراحة، ويجد متعته وسعادته هو وزوجه عند أمه. أكرم إكراما عظيما في أولاده، أكرم إكراما كبيرا في رزقه. ليه؟ لأنه كان بارا بأبيه وأمه. أما والعياذ بالله يضع رديء الطعام لأمه، يسلط الأولاد قليلو الأدب مع جدتهم، مع أبيه، مع جده، هذا لن يرى خيرا. لذلك إن شاء الله تعالى اللهم اجعلنا من السعداء البررة. في درس الجمعة سأفصل في تفصيلا لا بأس به من خلال صور مشرقة وصور مشوهة عن علاقتنا بآبائنا وأمهاتنا. لذلك إذا أردنا التوفيق اليوم إن شاء الله واجب اليوم بعد الخطبة، اليوم سر النجاح وسر التوفيق في التجارة، في العلاقات الاجتماعية، في الصحة، برك بأبيك وأمك. حتى عندنا نحن بالشام يقول لك هذا مرضي، مرضي يعني هذا سبحان الله أبواب له مفتوح، يرضي أبويه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالين الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة في درس الجمعة حتى أفصل تفصيلا لا بأس به في بر الوالدين. وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في آبائنا، وبارك لنا في أمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. يا رب عرفنا نعمك بدوامها، اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. برحمتك يا رب العالمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. برحمتك يا رب العالمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد.